إخوتي الكرام، كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب. قال المصنف رحمه الله: تحدثنا محمد بن كثير العبدي إسقاط الأثبات، أخبرنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن هشام بن عروة، هو ثقة ثبت أمين، حديثه بالمدينة أوقع من حديثه بالبصرة، عن أبي عروة بن الزبير نعم رضي الله عنه من الفقهاء السبعة، ورجل كان فيه ما فيه من الطاعة والتقى والورع والحفظ والأمانة والعلم. حبك الله أستخدم السبيل إلينا، نحن نأتي إليك يا عيسى ونقبل يدك كمان رضي الله عنكم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هنا في يقول عن عائشة رضي الله عنها من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قالت أن هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن أخذ من ماله، قال: خذي مما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا الحديث أجمعناه شرحا أيضا، لكن فيه كما قلنا الخلاف المشهور بين العلماء، هناك من يعني احتج به على جواز الحكم على الغائب، وهناك من لم يقل به. فالحاصل أن جماعة أجازوه يعني القضاء الغائب، منهم سوار القاضي ومالك والليث والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد، وهذا أيضا فيه حكم القاضي بما يعلم، حكم القاضي بما يعلم. قال الشافعي: يقضي به في كل شيء، وروى ابن القاسم عن مالك أنه في الدين دون في الدين دون الأرض والعقار، وفي كل شيء كانت له فيه حجج، إلا أن يكون غيبة المدعي عليه طويلة. قال أصبغ مثل العدوي، العدوى يعني من أندلس ومكة من إفريقية وشبه ذلك، وأرى أن يحكم عليه إذا كانت غيبة انقطاع. قال مالك: وكذلك إذا غاب بعدما توجه القضاء قضى عليه. قال ابن حبيب: أردت قول ابن القاسم عن مالك على ابن الماجشون، فأنكر أن يكون مالكا قاله. قال: أما علماؤنا وحكامنا بالمدينة فالعمل عندهم على الحكم على الغائب في جميع الأشياء، وقال الطائفة: لا يقضي على الغائب، ورأوا ذلك عن شريح والنخعي والقاسم وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة: لا يقضي على الغائب ولا من هرب من الحكم بعد إقامة البينة، ولا على المستتر في البلد، لكنه يأتي من عند القائد القاضي من ينادي ببابه ثلاثة أيام، فإن لم يحضر أنفذ عليه القضاء. احتج الكوفيون بالإجماع أنه لو كان حاضرا لم يسمع بينة بماية المدعي حتى يسأل المدعي عليه، فإذا غاب فأحرى أن لا يسمع. قال: ولو جاز الحكم على غيبته لم يكن الحضور عند الحاكم مستحقا، وقد ثبت أن الحضور مستحق عليه لقوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، فذمهم على الإعراض عن الحكم وترك الحضور، فلولا أن ذلك واجب عليهم لم يلحقهم الذم. قال: وروي عن علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع للآخر. وهذا حديث مسند أحمد وفي سنن أبي داود. وقد أمر ابن صواب أن الخصمين في المجلس واللحظ واللفظ والحكم على الغائب يمنع من هذا كله. وهذا كلام متين رصيل، لكن نحن نقول هذا عام نعم، لكنه مخصوص في أمر الدين في أمر المال. واحتج الذين يقولون بأنه جائز أن يحكم على الناس بعلمه بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هند وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك لا ينفق على أولادي إلا ما أخذت منه دون علمه، فقال: خذي من مالي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقد قال بعضهم: التفريق بين الفتوى وبين الحكم، هذه فتوى. فإن قيل حكم من غير أن قامت بينة بالزوجية وثبوت حكم عليه، قيل: ليس يكون الحكم إلا بعد إقامة البينة، وهذا معلوم ولم يحتج إلى نقله. قال الطبري: لما سألها الشارع لعلمي بصحة دعواها. قال ابن المنذر: إنما حكم عليه وهو غائب لما علم ما يجب لها عليه، فحكم بذلك عليه ولم ينتظر حضوره، ولعله لو حضر أدلى بحجته فلم يؤخر الحكم أمضاه عليه وهو غائب. قد تناقض الكوفيون في ذلك فقالوا: لو ادعى رجل عند الحاكم أنه له على غائب حقا وجاء برجل فقال إنه كفيله واعترف رجل أنه كفيله إلا أنه قال لا شيء له عليه، قال أبو حنيفة: يحكم على الغائب ويأخذ الحق من الكفيل. وكذلك إذا قامت امرأة الغائب وطلبت النفقة في مال زوجها فإنه يحكم عليه. هذا تناقض من أبي حنيفة، لأن هو قال لا 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 يحكم على الغائب، لا يحكم على الغائب، وهنا قال في هذه المسائل الحكم على الغائب. ولذلك قلنا الأولى في ذلك أن نقول أن هذه فتوى وليس حكما عاما. وقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه أنه يعلم صحة الدعوة من هند. وقال ابن المنذر: وان تناقضهم
أنهم من تناقضهم أنهم يقضون للمرأة والوالدين والولد على الذي عنده المال الغائب إذا أقر به، ولا يقضون الأخ والأجير ولا على ذي رحم محرم. ووجوب نفقات هؤلاء عندهم كوجوب نفقة الآباء والأبناء والزوجة، ولو ادعى جماعة الغيب عندهم دعوة مثل أن يقول قتلوا عبدي وحضر منهم واحد حكم عليه وعلى الغيب، فقد أجازوا الحكم على الغائب. وهذا فيه من الفوائد خروج المرأة في حوائجها، وأن صوتها ليس بعورة. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وليقول الأخ طب ما تتكلميش لأن الفتنة بصوتك، هذا أخ فيه كما قلت تنطع، وما كان صوتها فيه فتنة وصوت أزواج أمهات المؤمنين. هو المفروض لو كان دينا حقا بدل ما يكون أصلا في هذا التنطع والغلو المردود، يقول لا تخضع بالقول، عندما تتكلمي لا تخضع بالقول، كوني جادة وأنت تتكلمين، فقط هذا الذي يقال، لا يقال لا تتكلمي. وعرفنا أنه ليس محرم، لكن بعسب الله هذا متنطع جاهل وتصدر وهو جاهل. أقول إخوتي الكرام، وفيها أيضا أن القاضي يقضي بعلمه لأنه لم يطلب البينة وعلم أن أبا سفيان يفعل ذلك. الفوائد المستنبطة: فضل هند بنت عتبة رضي الله عنها أرضاه، جواز القاضي أن يقضي على الغائب إن علم بصحة الدعوة، حق المرأة والأولاد على الزوج بالنفقة. وفيها كما قال علماؤنا، وفيها مسألة الظفر بأنه يأخذ حقه من غريمه إن وجده بعينه، ولله الحمد والمنة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.